اللعيب اللي بيكمل وبيعمل الزياده ميسي لامرياح. هو كده ميسي لامرياح ايه؟ ترمومتر الفرقه، اكتر لاعب في الفرقه دي بتعمل تاكلينج دايما. الفرقه دي زي ما اتكلمنا ان هي بتعتمد على ايه؟ على السكند بول، بيعملوا تمرير طولي وياخدوا السكند بول دايما، يستحوذوا في وسط الملعب. السكند بول بتاعتهم من احسن الفرق في دوري الابطال، بياخد سكند بول من احسن الفرق كمان اللي عامله تاكلينج صحيح في الفرقه، فده ياكد ان السكند بول بتاعهم عالي جدا. هو لما ميسي لامرياح دوت صانع فرصتين، التاكلينج الصحيح بتاعه اعلى من السوليه، عامل 10، السوليه عامل 5 بس. نعم. لكن التدخلات الدفاعيه بتاعت السوليه اعلى، عامل 15 طبعا. كمان حاصل على 9 اخطاء، مسته قوي في نسبه الفوز بالالتحامات، اعلى من السوليه كمان، هو 67 السوليه 60. لكن السوليه ايه مسته بقى؟ السوليه طبعا معدل التمريرات بتاعه اعلى، التمريرات معدل تهديفه اعلى، 65 معدل تهديفه طبعا اعلى. الراجل ميسي لامرياح ده اكتر لاعب بيلمس الكره في الفرقه الثانيه اللي هي شباب قسطنطينه، لازم ان انت يعني عمرو السوليه يخلي باله منه قوي. فيعني الارقام طبعا ارقام النادي الاهلي اعلى ليه؟ او التمريرات دايما بتبقى في النادي الاهلي اعلى ليه؟ عشان قيمه النادي الاهلي او طبعًا. اسلوب النادي الاهلي في استحواذه. لان النادي الاهلي اكتر فرقه في دور المجموعات كله مستحوذ على الكره بنسبه 56%، وبالتالي كل لعيبته بتلمس الكره اكتر، اكتر من عشان بقيه اللاعبين. لكن الفرقه الثانيه الشباب قسطنطينه بيعتمد، شباب الثوره بيعتمدوا على ايه؟ تمرير طولي ويكسبوا السكند بول. تمام. الافريقي الحقيقه برضو عايز اقول لحضراتكم نتائج المباريات يعني قبل نهايه الشوط الثاني في المباراه